مرحبا. المرة الماضية حكيت لكم على صديقي الفنان الكبير اللي لخبط هيك النسوان، يعني عشقه للنسوان بموهبته وخرب عيلته، لا صار هو الموهوب الكبير ببلادنا ولا انبسط كتير بعشرته، يعني لعدد كبير هائل من النسوان بعالمنا العربي، وضاع بين الاثنين، يعني ما انبسط بكل الأحوال. بدي أحكي لكم على شخص كتير أخلص لهدفه. هو الهدف دائماً بده إخلاص، لأنه وكأنه الهدف شيء بيحس، يعني شيء نابض بيحس بمدى إخلاصنا، وبناء عليه منبني النجاح بنسب. دائماً الأشخاص الأكثر وفاء لهدفهم، الأكثر تمسك بمبادئهم، يعني مبادئهم اللي بتخص المهنة اللي قرروها، هنن غالباً الأشخاص الأكثر نجاح. محمد الصغير التقيت فيه، كنت ببداياتي أخذتني صبية مهمة كتير يعني من الخليج، قالت لي أصالة تعالي أخذك عندك وفور كتير كبير بمصر اسمه محمد الصغير. قلت لها أوكي. أنا بعرف لأني رحت معاها أكثر من مرة وأكثر من زيارة عند دكتور مثلاً، شفتها كيف بتعاملوا معاها ناس كتير عندهم يعني مكانة ما معينة، إن كان بالدكترة ولا بالهندسة ولا ما بعرف شو، كتير الأشخاص بيعملوا له حساب، بيعملوا له قيمتها يعني ألف حساب. لما رحنا عند محمد، ناس طبعاً كتير منهم عندهم ثقة بنفسهم، ما قصدي يعني عمم. المهم إنه محمد لما استقبلنا أعطاني إحساس إنه هو مربي هاي الصبية وتعامل معها على هالأساس، وهي كانت بتكن له احترام كتير كتير كبير فوق ما تتخيلوا. أنا كان صار لي سنين ما بسمح لحدا أبداً إطلاقاً يمسك مقص ويقصر لي شعري على أساس شمشون الجبار يعني، بس قلت ما عرفت قل له لا، يعني مع أنه شخصيتي قوية كتير. قال لي أصالة تعالي أنت شعرك تعبان شوي، قلت له والله ما بعرف أنا شايفته كتير كويس. قال لي تعالي مسك لي شعري كله، إذا بتتذكروا كنت بمشتاقة كان شعري كتير قصير قبلها، كنت شعري طويل. المهم مسك لي شعري وأصل لي، طبعا هذا من ثقته بنفسه زايدة، أصل لي كتير قصير لدرجة أنه ما لحقت حتى أعبر، كتير زعلت وقتها. بس بعد ما يعني خلصت، يعني خلص لي القصة وسشور لي وهيك، لقيتها لا كتير فظيعة، وأول مرة كنت بشوف شعري قصير عموما بحياتي. اللي بدي لكم يا أنه هو من ثقته بنفسه، ثقته بمهنته، إخلاصه لهالهدف، عمل صرح كتير كبير بكل مكان صرتوا بتشوفوا محل له، دائما عنده تواجد غير عادي، وهو كشخصية صار شخص عنده تأثير بمجتمعه، مو بس بمجتمعه، يعني بكل المجتمعات العربية، بكل مكان بيحكوا عنه بيحكوا عن احترامهم له وقد هو احترم مهنته، لا عمل له كيان وقيمة كتير كتير كبار. اللي بدي أقوله أنه مرات نحن منشوه مهنتنا، مرات حتى منسئلها كتير أشخاص، يعني بسيئوا لها أكيد مو أنا، في أشخاص من مهنة بسيطة بيعملوا صرح واسم كتير كبير، مثل تماماً أشخاص هيك حلوين تلاقيهم وواثقين من نفسهم ومنظفين السيارة، سيارة صغيرة بسيطة سعرها هالقد قده، بس نحن مننبهر فيها، لأنه أنا خصوصياً ما بعرف بماركات السيارات كتير، بس بنشوف السيارة بدو طارق سيارة بتطير العقل، اللي فعلاً بتطير العقل مع أنها كتير صغيرة وكتير رخيصة وكتير بسيطة. نحن اللي بنعمل قيمة للأشياء كأشخاص، يعني نحن حتى بنعمل قيمة للأشخاص إذا كانوا بيستحقوا يعني إنه نعمل لهم قيمة. مهنتنا بدها إخلاص، الهدف دائما بده إخلاص. قديش كان في فرق بين هذاك الفنان اللي لخبط الدنيا حرام لأنه ما أخلص لهدفه، ما أخلص لمهنته، ما أخلص لموهبته، ومحمد الصغير باللي عمله، يعني بس كأمثلة أعطيتكم إياهم. أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني، أجاري الوقت لو يا حبيبي كان زمان طلعت تعال حط لك حمودي من هذا العطر، شم ريحته قد ايه رائعه. هذا حط لك على كنستك حتى ضلك تفتكرني حريم يا حبيبتي. تعال، لا لا هذا للبنات والولاد. لا ازاي طبعا سموري
لا هات لحط لك على جاكيتك مشان ضلك تتذكرني. تعالي انت يا حلوه يا بيبي، يا ربي يبعث لك عريس. خايفه عليك. غني لنا الحلميه مشان نرد وراك. كورال انا والشباب رفقاتي. يلا حافظين يا ولاد؟ حافظين حافظين انكل. تمام أربعة يا شباب. لا 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 رقم أربعة. يعني هنقول المذهب ونقول البياتي اللي في الوسط. ده يا زمان ترارام. الله أبرياء. وكده وبعدين من يجيني الشجن وتسرسي بيش يا المجير يسننا من غير إيدينا. ده الأخراني. يلا. الله. عجباني الجملة. الله. ما ده تبع. أيوة صح 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 صح. الله. تبع
ما منوش رجوع أقسى هموم بفجار السخرية وأصفى ضحكة تتوه في بحار الدموع يا زمان ما سبتناش أبرياء واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع أقسى هموم تفجار السخرية وأقسى ضحك تتوه في بحار الدموع من بيجي الشجن من اختلاف الزمن الله عليك ماشي الله عليك الله عليك انت عظيم. طب مين كاتب الكلام؟ ماليش دعوة. شيل المايكروفون ميشيل المصري. شيل المصري ده اللحن الاستاذ ميشيل. والكلام عم سيد حجاب. شو هذا؟ الاثنين العباقرة طبعاً. هذا يعني مو شاعر، حكيمي. حاجة حكيم، لأن الكلام كله حكم. رائع يعني. واللحن ده كمان يتدرس. هاي أغنية يعني. اللي عايز يتعلم يلحن يعني جسمنا مسامنا منسوج فيها. صراحة اللي عايز يتعلم إزاي يلحن وإزاي تنقل بين المقامات بالسلاسة والبساطة دي. شو هالسلاسة؟ تلعب المزيكا. زي ما أنت عايز. أكثر أغنية فيها نقل مقامات سلس. سلس. بعمري سمعت. بيلعب بالمزيكا زي ما هو. واخدة الحارة، حارة الحلمية فعلاً. هو قايل. ميشيل مصري ربنا يشفيه كده و اللهم امين يا حبيبي. تعبان؟ شويه. الله الله الله. كنت بدي اقول له لسامر. طب ما غنيت لنا غنيه اليسا؟ بمناسبه بقى المسلسلات ممكن نغني الغنوه بتاعت اليسا؟ طبعا. اللي هي اي تبع غاده؟ جربت في مره. مع بعض يلا. جربت في مرة تقرب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من تطرف ساعة ما تتألم اتكلم بحلاوه تروح رجع مجروح مش قادر يرمي الجرح اطمن حاسس في ايديك حبيته لقيته في حضنك طفل بريء طيب تجرح وديته عينيك اديته
حبيته مشاعرش مشيت طريق عرفته ازاي من تاني الفرح يسكن مطرح كل الاحزان وزرعت امان ولقيت الضر فجأة بيتبل على ايد انسان جربت يخونك ويسيبك في السكة حزين مش طايق حتى يحس بجرحك جربت عيونك تناديه وتستنجد بيه ولقيته على دمك واقف يضحك ايوه بيضحك ولقيته على دمك واقف يضحك حنيت لمكان كان دايما يجمع بينكو يجمع بينكو ولقيته بيخونك فيه جربت تواجه واحد بخيانته هزم جبر ودفعني كان نفسك تصرف في العالم ملقتش في قلبك صوت ضحيت بحياتك والظالم بيجرب فيك الموت كان نفسك تصرف في العالم ملقتش في قلبك صوت ضحيت بحياتك والظالم بيجرب فيك الموت جربت تموت كلام مين بقى؟ خالد أمين والعيب علينا وفينا ولا دي غلطة مين أجدع ما فينا كمان وكلنا ضايع ده العيب علينا وفينا ولا دي غلطة مين أجدع ما فينا كمان وكلنا ضايع وكلنا ضايع وكلنا ضايع وصل بحالنا الزمن بدل اغتصاب البدن بقى اغتصاب للوطن للخونة والمسجد يا دنيا بقى الأمل جوانا عزم وعمل يقدر يهد الجبل ويفوق النايمين يقدر يهد الجبل ويفوق دي غلطة مين أشجع ما فينا جبال وكلنا ضايعين ده العيب علينا وفينا ولا دي غلطة مين أشجع ما فينا جبال وكلنا ضايعين وكلنا ضايعين وكلنا ضايعين شفت بقى الاستاذ محمد رحيم بيعمل ايه رائع استاذ فعلا هي مين غناها امال ماهر طبعا امال رائع امال ماهر ده كان برضو تتر هو سلطاننا او ما قال الحلميه فكرنا برضو المسلسلات وحاجات الدراما تتر طبعا قضيه دائما اغاني المسلسلات التوزيع بتعلم التوزيع ده يا حبيبي كان مين كان كريم عبد الوهاب حلو التوزيع دي حلو كريم وإليسا عادل قبلها عادل حق عادل حق اللي عامل كمان توزيع إليسا عادل هايله بصراحه كانت هايله حاجه يعني جامده جدا الموزع حمود ما بتعمل لفت نظر يعني حمود ما بتعمل البوم لا ليه
بقالك زمان؟ ما عنديش نفس. قد ايه صار لك زمان؟ كتير. حوالي 46 سنة. لا والله بحياة أبوك. يعني 5 سنين ولا حاجة ولا 6 سنين. ما فكرت حتى تبتدي يعني بأغاني هيك تجمع؟ مش عارف يعني، حتى لما الواحد حب يعني هيقول حاجة وكده جاء موضوع الثورة وموضوع فالواحد بقى. طب ما عملت بالثورة أغاني؟ لا حصل، لا عمل. حصل أغاني وكده، بس الواحد مش قادر يغني يعني في الحالة اللي فيها البلد. إن يعني إزاي هقول يا حبيبتي مش عارف إيه، مش فاهم يعني، فأنا مش قادر يعني لسه. ولو أي حاجة طلعت هتبقى برضو حاجة للبلد أو ثورجي. لا مش يعني أنا مش ثورجي ولا حاجة، مش ثورجي، بس ما عنديش نفس لل وبلدي في حالة زي دي إن أنا غني يعني أقول مش عارف والله يعني. شوف إذا بدك تستنى الوضع ليهدى يعني أظني حتى حفيدك ما حيغني. لا ليه؟ والله لا إن شاء الله. الدنيا يعني بتحس إنه الدنيا دائما بده يضل فيها مشاكل، إذا بدنا نستنى الدنيا كلها تهدى ما رح نعمل شيء. بس أنا كمان عايز أضيف معلومة بصراحة، وهي تحسب له كمان بصراحة، يعني معظم الحاجات اللي هي شدته وغناها الفترة اللي فاتت خصوصا في أعمال رمضان سواء اللي فات أو اللي قبله، كانت حاجات برضو فيها سنة كده من بعيد تحس ان هو عايز يقول رأيه كفنان في الأوضاع كمان اللي بتحصل كمان. يعني كلمات حتى سيدنا السيد بتقول مدد سيدنا السيد، أيوة اللي بتبني وبتشيد وتهد تاني وتبدد من غير إنذار، مدد شد حباله يلف بيك أصله وماله، ولا انت عارف أحواله ولا مين تختار. الله. فده برضو كمان رأي كمان الكلام ويشيلوا الرئيس بالضبط كده دكتور مدحت العدل كمان أكيد. فهو الحاجات بصراحة اللي شدته جدا وحب يقولك كده فضيع. كان عامل حاجة يعني عبقري، بيكتب ترجمة حقيقة. هو بيترجم الحالة حقيقة. بيترجم الحالة. شو بدك تغني لنا حلوة؟ نفسي أغني معاكي أغنية مش فاكر ليك. 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 مو غنيناها ولا لا؟ لا. ما غنيناش. أوكي يلا يا بيبي الاثنين قولي وأنا هقول. مش فاكر ليك. غنينا بين إيديك. انتوا جايين مع رامي صبري؟ بتحبوا رامي؟ فنان طبعا. انت بتحب رامي؟ طبعا. انت ماشي قولي وانا اقول. مش فاكر ليك ولا حاجة تحنن قلبي عليك عليك، مش فاكر ليك غير انك بعتني يوم بإيديك، جرحك وعذابك ليا وبعدك عني زمان، كل ده بيأثر فيا وبيأسيني كمان. مش فاكر مهما تقولها تفضل ما بتنسى، لو ضاعت فترة فعمرك لسه الأحلى مجاش، دور من تاني أكيد هتلاقي في ناس حواليك، في منهم واحد كان بيدور يا معليك. مش فاكر مهما تقولها تفضل ما بتنساش، لو ضاعت فترة عمرك لسه الأحلى ما جاش، دور من تاني أكيد هتلاقي في ناس حواليك.
اوف اوف الله 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 بجد اغني حاجه معاك يعني انا تمام يلا الحاجه دي يلا اللي انت عاوزاه براحتك شو جاب عليك تقولي اللي انت عاوز اي حاجه في اي حاجه نفسك فيها انا معاك طب شوف تغني قديم ولا جديد اللي انت عاوزاه اهو يلا طب ليه ما تقولي لنا أغنية إليسا أجمل إحساس محافظ فيها أكيد يعني طب أجمل إحساس يلا يلا أجمل إحساس يا شباب اديها طبقة أجمل إحساس هي تقولها سي طبقتها بدك الكلام موجود يا بيبي لقلك بس طب طب 17 عشان يبقى لا 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 دي دا دا دي صح كده؟ لا لا نص 17 دو يا عمي دا را 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 دا 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 الله أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دومني هواك أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دومني هواك عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتون كله هنا وياك بيعيش أحلانا حبيبي أنا عشقك بجنون روحي أنا مفتونة وياك بيعيش أحلى حبيبي أنا روحي أنا آه يا دا يو 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 يا 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 أغني معها إحساسها رائع عالي صوتها ناعم بشكل سمور شو حتقلنا شي حافظ شو بتغني لبناني لبناني
شوفي وديع الصافي. استاذنا الوديع الصافي انا بحب دار يا دار قوي. دار الله يلا 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 حمود هتقول كلنا نغنيها بقى. يلا جرب الله دو دو ما ينفعش دار يا دار يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 ليكي كانت نور هو كم في رب اسمه كريم هو اقول امين مرتاح مي يعني اطلع كده مش كتير عليه يلا رب اسمه الكريم هو عايز عايزين نقولها كلنا بقى يلا يلا حرك معاك يلا دار يا دار يا دار يا دار قوليلي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قوليلي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار ليكي كانت نور تسبح في ضي بحور ليكي كانت نور تسبح في ضي بحور صباحت فضاء مبور مرسوم في كل جدار ليكي كانت نور تسبح في ضي بحور صباحت فضا مبور مرسوم في كل جدار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار دار يا دار يا دار يا دار حبايب الدار فين 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 قولي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قوليلي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قوليلي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قولي يا دار اعمل لك شاي لبين ما اخ اعمل لك شاي يا بيبي الله يعني كان في الكرم ده مش عارف ايه الكرم ده حتى بس تعرف عيد ميلاد الباقي له قرب كثير اربع شهور حضر لي هديه انا الشاي بتاعي موجود الحمد لله لغايه دلوقتي وهو زي الفل حضر خالي الكوبايه دي شو جاي على بالك تغني لنجاة الصغيره
نجات؟ اي وهنغني معاكي. انا عايزك تغني معايا نجات. نجات الشاي حافظ. انا حافظه نجات انسى روحي معاك عفا نسيت حلمي. ها انا نسيت حلم بكر حمود. انا بموت فيه حلم بكر. بموت فيه ماشي حمود الحلو يعني. عندي هدوك كان ممكن نجيب حاجه تاني بقى. من بينا خلينا لبكره. حلو حلو حلو. حلمي هنا سموري. بدك شاي بقى؟ انا حجيك. بدك؟ ممكن. انت عايزه حاجه؟ عيال بدك شاي حبيبي. اللي انت عاوزاه مش لازم اصلا. انا بحب عيون القلب. يلا عيون القلب. اوكي اسال عيال بيبي. تشربي شاي؟ وانا نمشي شاي؟ روح يا نوم من عيني. يعني ريق الفيل بتاعها ريق. الفيل قديش قالت سيكار؟ اعلى حاجه فيه اثنين تقريبا. يعني وانت قد ايه بيبي؟ بس اوكي فكرت يعني قصدك 22 يعني كتير كتير. لا اللي هو روح يا نوم من عيني. ايوه ايوه ام كلثوم. ام كلثوم ارجوكم. روح يا نوم خيري. ام كلثوم وين نايك؟ طبعا انت بتقولي عايز اعلي. عايز اعلي تيون كمان. هم بيقولوا دلوقتي هيغنوا دلوقتي اصاله هيقولوا عيون القلب للسيده ام كلثوم. سوري السيدة أم كلثوم. عيوني الألف حلو قوي. أوكي يا غليظ فكرت لخبطت. سوري من المقطع. لا تمام بس أنت خليك معايا برضه. بس ده الفيل بتاعها. أوكي عندك حق. وأنا عشان هيك أيوة فوق عندنا بروفا تاني. بدأ النوم وهو
كل ما فيك حبيبي وحلو صوتك حلو عارف عارف يا صوتي قلبك حلو وهي حقيقة وهي حقيقة صراحة وحتى لما تتعبني في مقطع فيها بتقول انت تقول وتمشي انت انا دائما وانا اسهر ما نمشي انا اسهر ما نمشي انا كنت فكرها انت كل وامشي يعني المرأة والله المرأة متضايقة من جوزها انه هو بس يجي هي بتطبخ هو بياكل وبيمشي انت كل وامشي انت كل وامشي انت هي بتطبخ علي وبياكل وبيمشي وانا صار ما نمشي لانه تعبانه طبخت كل الليل مشان هو ياكل ويمشي لا ده موضوع كلام الاغاني موضوع كلام الاغاني الواحد بيسمعه غلط ده على فكره عامل مشاكل طول السنين لا هذا كنت صغيرة الطفلة أكيد مو هلأ فكرت يعني لا لا وأنا إذا هلأ فكرت أنت كل وامشي يعني أكيد متخلف عقليا لا لا طبعا لا لا زمان وأنا صغيرة قولي لنا بقى أنت كل وامشي كنت قدك وقت فكرت على فكرة أنت كل وامشي وأنا أسهر ما نمشي يا اللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي أنت تقول وتمشي وأنا أسهر ما نمشي سهرشي ليلى يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي اكتب على ليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي اكتب على ليالي اسمك يا حبيبي انت كل وامشي اسهر ما نمشي اللي ما بتسهر ليلى يا حبيبي انت كل وامشي وانا اسهر ما نمشي ازاي انت ياسر احنا لسه متعشيين كلنا دلوقتي ايوه ده كده بتضربنا يا استاذ بتضربنا بعد اذنك انا قصدي هي عتبانه عليه ما ينفعش لو ما كناش اتعشينا كنا قلنا ماشي بس احنا لسه واكلين يا استاذ يا طارق لا بقول امشي لا على فكره انتم ما فهمتوا الموضوع مش ضيوف يعني انه قصدي هي زعلانه انه هو بياكل وبيمشي هي زعلانه هو عم تقلعه وتقول له انت كل وامشي وغالبا محمد بيعمل كده بياكل ويمشي عشان كده متضايق هو ما بقعدش في البيت كتير هم عشان كده انت متضايق صار لك 10 سنين متجوز ما شاء الله 10 سنين جوزت كتير صغير لا والله يعني كبير. 24 سنه بس والله اللي وصل عنده 24 سنه ما شاء الله يعني عادي متهيألي اتجوزت 25 تيك اوي يعني بالظبط 25 يعني بالنسبه للشباب ماشي هي الاجيال بتاعتنا يعني احنا بنحب ننجز يعني بسرعه لا يعني هو ده انجاز عشان ظروف صعبه بس يعني انا ابويا متجوز على 35 ابويا انا اتجوزت يعني اصغر منه شويه ابوك حاله خاصه بس هو عموما يعني هذا الجيل هو اللي بيطول يعني بتجوزوا بتلاتين بعد تلاتين زمان زي ما قلنا كان الست بتتجوز بدري بس الراجل يعني مش قبل 30 صح كده؟ سنة 30 وسنة 50 وكده انما الاجيال بتاعتنا مش يعني بيدو برضه اتجوز بدري حماده حماده اتجوز صح كده؟ جوز صغير جوزته ليه؟ لا مش صغير لا اتجوز 26 مثلا برضه مثلا حاجه كده بس يعني صغير يعني قصدي بهالوقت حرام الشاب يتجوز قبل 30 لا دلوقتي الظروف ما بقتش تسمح انه يتجوز قبل كده بصراحه يعني هيك الحاله الاقتصاديه طبعا الشباب غلبان يعني
غلبانين قوي. وكمان لما بيجي نصيب نصيب الحاجه خلاص بتحصل لوحدها يعني. هو اذا لقى يعني الشاب اذا لقى الصبيه اللي بدها تكافح معه. انا كثير بحب القصص اللي لها علاقه بالكفاح. يعني الست بدها تتجوز مو قاعده حاطه طلباتها وقاعده. الست بدها انت بتحب انه مرتك تشتغل معك؟ تشتغل معي؟ لا يعني مو معك يعني بشغلك بس تكون بتشتغل. لا اي حاجه ثانيه مش لازم يعني بس تكون ست عامله الا كاتبه مثلا اي شيء يعني بالنسبه لي انا مش حلو مش ديكتاتوريه مني بس بحس ان انا يعني مؤثر في حاجه معينه. الى ايجابيات ان هي دائما هيك محمره ومغندره على قول ستي ومرتبه لجوزها وبتهتم بالولاد. بحس ان انت بتتكلم على فرخه. محمره ومغندره. محمره يعني حاطه حمراء. فبتكون يعني عرفت مهيئه دائما ان هي بس زوجه وام. الست اللي بتشتغل بتصير يعني بني ادمه فعاله حتى ببيتها مع اولادها. بصير حتى حوارها مختلف. يعني حوار الست اللي بتشتغل مع اولادها مختلف. بتتنور شويه. معك شويه بتتنور على فكره اكثر منكم على فكره. يعني الست اللي بتشتغل بتتنور اكثر من الرجال. من الرجاله؟ اسمح لي على كلمه دي شويه بس ما عجبتني منك. لا من شويه ايه بتتنور شويه قلت لي. لا انا مؤمن على فكره جدا بان الست يعني اكثر عبقريه من الراجل. هي حقيقه. انا 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 مصدقها. شفتها كتير وشفتها كتير. ايوه برافو. على فكره الست ليها احساس تاني خالص. يعني بتشوف المعلومه رؤيه تانية. رؤيه خالص تانية. غير يعني الراجل. حدسة انساني اكتر. حدسة العاطفه لانه طبعًا. هي عايشه ربنا مديها هي خالص. يعني غالبا طارق بيقول لي بيقول له طارق هذا البني ادم يعني ما كتير اظني حيكون يعني مريح معك. مع الوقت بحس مو انه انا فظيعه بس انا كتير بحكم بالعواطف. بس دي مرات حدسي بيكون حدسي يعني ده احساس هو تاني. مو ولا الخبره ولا الذكاء هو الحدس العاطفي هذا الانساني بيكون اعلى عند الست. لا ما فيش شك في الكلام بصراحه انا مؤمن بيه يعني. هي التجربه اثبتت ده كثير يعني. بدك تتجوزي وانت صغيره ولا بدك تستني؟ بتحبي الدراسه؟ تدرسي؟ لا بدرس. شو لسه؟ لا ما بدرس مدرسه خالص. بغني كده بس. لا مش قصدي تدرسي غنى. بتدرسي بمدرسه انت؟ وكويسه بالعلم ولا ماشي لا حالك؟ لا لا تمام تمام. نفسك تكملي ولا جابالك تطلعي من المدرسه وتخلصي؟ لا انا ما ده ما انا اهلي حاطين ده قصاد ده. برافو عليهم. في ده في ده في فيش ده ما فيش ده. برافو عليهم. مين من كويس. مين من اهلك امك ولا ابوك؟ لا الاثنين مشجعيني جدا. بيشجعوكي على الدراسه؟ برافو عليهم. وعلى الغنى. تمام. هي اصلا بس ما حدش ما فيش حاجه تيجي على حاجات. الدراسه كتير يعني. انا مامتي بتغني اصلا يعني هي صوتها حلو جدا. ماما هي بتحفظني اغاني بصوتها. تقعدي تحفظي الاغنيه تقول كذا. ما لازم يكون عندهم صوتها بيكون حلو قوي. بس هي في البيت بقى بتغني في البيت كده معايا بتوصل لي المعلومه بطريقه حلوه. حتى لما انا بغني بفتكرها حركاتها اللي ممكن تحفظني بيها الاغنيه فبتكون تديني طعم تاني الاغنيه احسن. فرحانه جدا بخبرتها. بخبرتها عندها خبره. وبتطبخ وبتطبخ بتطبخ اكله طيبه. بتطبخ حلو. بتطبخ حلو. طبخه مصري طبعا. طبعا. سمور انت ناوي تتجوز بكير؟ لا بس عايز اوصل لحلم كده حاليا. لا يعني مش كذاب. كان في كذاب. كان في برضه مش حاسك يا ولد. ده انا مش حاسك برضه. مش عارف مش حاسك برضه. انا مقفوش. انا ده شكله حبيب. انسى انسى. برج ايه بقى؟ حوت. حوت. حبيبي مثل ابني الودي. ملك البحار. ملك البحار يعني. انت شو برجك؟ اسد. اسد بنتي. شو برجك؟ حوت. حوت برضه. ابني طيب ملك البحار. حوت. ملك البحار شو يعني؟ طبعا يا زلمة البحر كله بتاعه. سمك وكابوريا وجمبري وكل حاجه في الدنيا. بس ابني والله مو نسوانجي. شوف ابني من وقت اجى كان عمره مش هيبان دلوقتي يا حبيبي. لا لا بيبان. من وقت اجى على مصر كان عمره 6 سنين. عمره 7 سنين حب بنت. هلا عمره 13 بيحبها ذاتها. بيحبها وبيطبع صورتها على تيشيرتاته وبيحبها يعشقها. 14 سنه. طيب استنى هيبقى عنده 22 سنه. يعمل ايه؟ بيفضل بيحبها. انا ابني وعارفاه ابني مخلص. طب نشوف. عايزين بقى نعرف برج ايه انت؟ انت برج ايه؟ تور. انا تور. وتور حقيقي. يعني انا في نص برج التور. تور.
انا بقى حمل طور وبحس اني طور فعلا حمل حمل ماشي انطح بهالحياه جنب بعض انطح الظروف وانطح البشر هو لا مش هو عارف هو ليه وانا حاسس ان انا طور فعلا بخش شغله لا الطور في الستات في ميزه عبقريه بصراحه كله مزايا ان هي احسن ام لا لا لحظه بس انا بتكلم جد والله هي احسن ام في البيت عموما معروف عنها انا ست ما حدا عاطفي بالدنيا ست طور في البيت انا طور يعني فعلا. يعني الولاد ايه ست طور في البيت لا لا يعني بيتدلعوا بابا ولا سوري برج الطور لا بعرف والله لا بيتدلعوا بعرف هو حمودي هيك يعني هي نوايا. يعني هي عنده ولاد ولاد طول عندها بتدور يعني بتعمل معاهم حاجات مع هي بتحب حبيبها وبتحب ولادها بتطبخ حلو قوي وطبيخ رائع ومعروف طبعا صفاته الاخلاص الجامد لاصحابه والنبي لاصحابه كمان طب اسالهم وحلفهم باغلى ما عندهم بس عيبهم النرفزه لما بيتنرفز يقوم مكسر شايف البيت الجميل اللي احنا قاعدين فيه ده كله يتكسر كله في خمس دقائق صح ولا لا بتعرف انا من كتر مالي عصبيه بقلب شخصيات مثلا انا لما بتعصب بقلب هادية وفيك ده السكون يعني انا بحي انا عموما كبني ادمه ما عندي اي تصنع عمري ما كان عندي تصنع بقعد مع ملك بقعد مع وزير بقعد مع مين هو انا مثل ما بيشوفوني اولادي بيشوفوني بيشوفوني اصحابي بيشوفني الملك بزياده انا طبيعيه بزياده بس بقى لما بعصب بولع بقلب فيك بتعرف النسوان السقله المره المخنفه بتعرف لما بتشوف مره هيك دمها تقيل وخنفان وهيك وفيك بحط رجلي هيك حتى اولادي بيعرفوا التون مامي حبيبي شيلي هاي وديها على المطبخ من فضلك هي يعني انا وصلت بعد دقيقه حكسرهم هلا ما حصير الرعب لو لحظه يعني صمت بصير اي لحظه صمت اترعشنا وابعد عنها بقى اترعشنا ابعد لازم واسناننا خبطت في بعض وركبي ثابت لا انت لو تشوفني وقت تكون عصبيه لا لا برج طب انا ممكن اشيل معروف برج الثور الا حمودي يا حبيبي احكي له انا ممكن اشيل ايه انا عندي اصحابي مش هقول اصاله طبعا عندي اصحابي مرة قبل كده واحدة صاحبتي رمت جوزها من دور 15 مثلا يعني سمع طارق اصلا ولا حاجة طارق مشي عنده الشغل وجوزها قديش كان تقيل قديه كان وزنه 115 كيلو مثلا عادي جدا طبعا وهي كان عندها كم ورا الكنبة اللي كان قاعد عليها بيشرب الشاي عشان تقريبا ما بدي شيء يذكرها فيه وكان عليها مايكين زي دول انا اعرف واحد بقى اصلا اسمه الحلو حلو يعني ايه يعني اصلا بتوع اسود بيمسكوا اسود بيلعبوهم كده في الشقه عارفهم والله في البيت يا بيه عارفهم والله في البيت عشان نخلص من القصه دي ويا ريت بقى نسمع ايه ها رايد يا الله شفت من يومين اغنيه رايدك لا ريما جير يلا ريما جير مين ريما جير بقى اوكي الا هيطلع بقى اوكي احنا هنلمس النار في بحر ريما جير ونشوف حظنا ونشوف بقى شو بيطلع Thank you.
ولا قابلته ويا ما ياما شغلني طيف وعمري ما شفته ولا قابلته ويا ما ياما شغلني طيف وفي يوم لقيته هو وردة بتغني بتعيد بمقطع انا اعشقها يعني وردة اعشقها اعشقها الله يرحمها يا رب بتقول ريداك ضلت شي ربع ساعة بتقولها الله ما اجملها طبعا اندمجت الفرايتي الفرايتي عندها فرايتي غير طبيعي طبعا كلها بتغنوا جماعة مقامل المقامات الشرقية العظيمة فبضطر غصب عني عشان انا راجل غزير ومكتبتي واسعة جدا بعد اذنكم طبعا فبضطر سلطن طبعا فيعني بفتكر حاجات كده افتكرت ايه مثلا افتكرت حاجة بتقول يا عبقري من اعمالي المتواضعة جدا جدا بس يعني طبعا وهنقولها بعد اذنك مع بعض يا رب يكون هي اللي في بالي جاي من بلاد البعيدة لا زاد ولا غربتي صحبتي بتحوم حواليا وانت تقولي لي بحبك تحبي ايه فيا وده حبي ده اللي من غير اي حرية يونس في بلاد الشوق اه يا ولد الهلالي بتونس دموع العين وانا سايب قالي اه يا ولد الهلالي لا علي ولا بي يا عزيز
منير. منير طبعا. الله رائع. اعمالي المتواضعه طبعا. اعمالك متواضعه. متواضعه يعني. بوجه طبعا تحيه كبيره اكيد للفنان محمود منير. من وين هلا بيقول له؟ كلمات مين بقى؟ مين؟ الاستاذ عبد الرحمن الابنودي. الكبير. طبعا. الكبير. عزيزه ويونس. بالظبط كده. اه عبد الرحمن الابنودي طبعا. خال. اسمه الخال. الخال عبد الرحمن طبعا. الله ما اجمله. طبعا كميه سنين كبيره يحضر في السلسله الهلاليه ودي كانت الغنوه مقتطفه يعني منها ومحضرها طبعا من جديد. رائعه. بس اللحن خيالي. السيره الهلاليه اقل حاجه عندي. اللحن غير عادي. ولا قلبي ما يشبهنيش فعلا ما يشبهنيش. ماشي 1-0 6-0 قصدي. قلبي ما يشبهنيش فعلا ما يشبهنيش اوقات بيعرفني وساعات ما يعرفنيش قلبي ما يشبهنيش فعلا ما يشبهنيش على طول يا بابا يا بابا باصص علي. كل اغاني أنا بس كل شيء كمان بتغني نانسي بتحولوا لاغاني هيك. انا والله العظيم بجد يومها مسلطن في العجب فعلا مسلطن بس والله العظيم ما عرفش الاثنين دول ورا بعض يعني اللحن اللي هو بتاع ابن الجيران على فكره اكبر دليل ان انا مش بضحك عليكم يعني الاثنين نفس التيمبو كمان يعني انا كنت شغلت ريت اللي هو تك 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 ابن الجيران اللي هنا قصاد مش عارف بس عامل عمال يصفر هنا وينام وفي كل حتة يا ناس بلاقيه وكمنه حبه في القلب نار واقف قصادي طول النهار كان بس ماله يعني بيتعمل يونس في بلاد الشوق وكان التيمة وبعد كده كتبوا عليه المجير الخال طبعا المجير المجير العبقري بحبه جدا. رائعة بصراحة عندي رائعة. عندي كوليكشن رهيب مش عارف صراحة في ايه في كوليكشن يخض يعني انت هتمشي من هون طاير ان الفضل الله. طب لو حافظاه تعالي نقوله من طبقتك ماشي انا بحبها على فكرة دي 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 المفروض يبقى دو المفروض اصول دو العبقرة يتكلموا كده بس da da di da di da di da da di da da di da da di da bashar sa'at al fadhi wa shur sa'at min al madad wa sa'at bahis in al mukali تنزل مطر وتطهر الإنسان بحلم يكون لي في الغنى صاحب بحلم يكون لي في الوجود عنوان
لأن نزلتها انت واطي عليك. لا هي طولتها بس هي في هي طلبت مني حاجه في الاول كانت عايزه تغنيها من حاجاتي طبعا كتير جدا بس انا هرجع الاول لحبيبي اسمع منه كمان حاجه حلوه بصراحه وبعد كده نرجع تاني ونرجع تاني وفاصل ونواصل وان شاء الله هنشرب شاي باذن الله هتشرب اي الله عايزه ان شاء الله يعني في امل كبير نشرب شاي ان شاء الله خلطوها يعني زادت لا انا مش عارف في ايه اجمل انك انت تبقى ضيف عند فنانه بتسمع وبتسلطن وبتشرب شاي وبتتعشى والناس يا جماعه مش ما شاء الله طبعا ماشي اوكي مين بده شاي كمان ليه ما عم تشربي شايك يا بيبي ما احنا قلنا يا جماعه تشرب لبن في اول أوكي صح. اول مجال. اول قاعده والله الحق علي عملتك انك كبيره وعملت لك شاي انا شويه وهسيبكم شويه بابا شويه وهسيبكم وامشي ليه اكيد وحشك الجو كلت وشربت شاي وكل حاجه عاوزه ايه خلص هعمل لك الشاي اشربه واذا بدك وامشي انا مش عاوز انت شكلك وحشك الفيو طب هشوف انت مسافر بكره الصبح نشوف الفيو مع بعض شوف البيونه هنا لا حمودي انت مسافر الصبح لا من غير وحيات ابوك اشرب الشاي خلص وامشي لا انا هنا معك هبص والله على حاجه تعال اشرب الشاي والله معاكي حبيبي البحر دلوقتي ملوش حل هحط لكم شيء انت عارفه سكري طبعا يا حبيبتي ها تيجي نغني بعد اذنك طبعا هما ايه انت تحطيه ثلاثة كل مرة طب خلاص يبقى اثنين كفاية اثنين؟ اوكي حاضر نقول على عيني وراسي طيب شو تعال خلي سموري يغني ايه خليه هو يشرب نفسي اسمع حاجة جيب لكم تشيب حبيبة حبيبك بقى تاكلوا تشيب يلا حبيبي اوكي دقيقة تعال حمودي خليهم يحضروا الله 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 تعال يلا حبيبي وعايزين نقول تعال امسكها هيك مشان ما يبين ده عامل حته اغنيه لمصر كل الاطراف اللي معانا يا سيدي مشان ما يقلدونا يجيبوا لنا نفس الشيبسات تبعتنا سوري يلا حبيبي سوري تسلم ايدك يا عمري هذا لا لا زي ما عامل انت مشكله انا مهما دارت شوقي وخلي يلا قل له يا تعال نقول يعني نقول حبيبة حبيبك يلا حبيبي ونقول كل الاطراف المعنية انا جايبه لك كل الاطراف المعنية يلا حبيبي براحتك استنى نعلي الطبق يلا لو حافظ عارفة طبعا ارجوك طبعا ده تهريج الكلام ده يا ماما عارف. يا ماما يا ماما وحوش والله يا جماعه الله وحوش بجد وحوش ها معرف دي ولا ايه الكلام هنا على فكره سلام سلام لا كتير على مش موجود تا 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 حبيبتي والله العظيم احنا تعبين شو يا عمري احنا تعبين جدا جدا ارجع يلا اللي موجود قالت لك جدا بالعكس هي يعني يوم سعادتي وين نقولها من اول حلوه الطبق كده دي حلوه عارف يوم قابلتك انت واحتل هواكي مدينتي وبقيتي في اللحظة أمرتي أيوة أمرتي أمرتي وعارف أنا نفسي تكوني حلالي وحبيبتي وأم عيالي ونعيش العمر أنا وإنتي بس أنا وإنتي انا وانتي وعارف انا هفضل
عيوني حلالي وحبيبتي أم عيالي ونعيش العمر أنا وإنتي بس أنا وإنت أنا وإنتي وعارفة. أغنية كانت لمين؟ لبحبه الولد اللي بموت فيه حبيبي، اللي هي بتقول بدي اياك تربي اولادي وتكون الزينه. جوزيف عطيه. جوزيف عطيه موت عليه للتاريخ، بس للتاريخ. طبعا جوزيف صوته هايل رائع، بس فكره انا نفسي تكوني حلالي وحبيبتي ام عيالي دي الشباب هم متابعين وعارفين اكسكلوزيف، معموله من 6 سنين. بعد كده ظهرت ايه بقى؟ على فكره كل الشباب بيحبوها تكون، وظهرت بتاعت اليسا بتاعت عبالي حبيبي جبت طفل منك وشبهك جميله جدا. بس عايز اقول بس ان في بس اختراع برضه. هو برافو عليك، انت اوحيت لهم، اوحيت لهم لانه هو موضوع رائع. فكنت من اول ما تجوز طارق وقول يا رب كل ما تطلع هي الاغنيه ما بقدر اسمعها، كثير كثير بتضايقني كثير، لانه احس دائما انه بدي طارق يغنيها وانا اجيب له اولاد، والحمد لله رب العالمين يعني اعطاني ولدين هيك يعني. فهي الاغنيه كثير كانت بتحرك فيه هو، عشان كده بيقول ايه هنا، عشان كده انا بدي اكون ام اولاد طارق حلالي وحبيبتي وام عيالي ونعيش العمر انا وانتي بس انا وانت وانتي وعارفه. الله الله، برافو عليك ما شاء الله بجد، ما شاء الله عليك. شو بدك تغني لنا؟ نفس المهم مش عارف رد وراك. بس هيبقى اكيد الطبقه اللي انت عايزه. كردي حسيني. يلا. شو حلوه الثقه والثقافه. كردي حسيني مجير الدوري يعني بيقول الانسان وهو كله ثقه. نقول دي بقى وايه ونمشي، احنا ثقلنا على اصاله النهارده. لا ازاي حبيبتي، الأولى بلد بسلطن جو موالي وده الموصوف ده ولا عيال أهي مشوقة إلى أماكن وسلسبيل، والتانية بلد بقول الكلمة بالعالي وعلمك شوف وفي الملي سلسلي أهيب شوقاً
السمرة يلي الهوى رماني وتهدي فيك وضع زمان يا سمرة يلي الهوى رماني وتهدي فيك وضع زمان يحذفني بحر لبر بر تاني يجيبني شوق أو تنتهي أهيب شوقا أعود شوقا إلى لباكي وسلسلي أهيب شوقا يعني سهرناكي معلش كتير كتير انبسطنا فيه عملت لنا 12 ونص شاي ان شاء الله ان شاء الله شاي كتير حبيبتي شرفتني توصل بالسلامه يا رب يخلي لي اياك وعلى فكره بقى طالعه معكم على البحر على فكره بقى بتعرفي تطبخي بعرف اطبخ والله العظيم شرفتوني تمور ما بتعرف قديش انا فرحانه فيك يا حبيبتي انا مبسوط قوي شفتك بجد حبيت انك يعني من دمي حيات يا رب لا يا عريس سمور العسل كمان كيف عليك سنتي يا حبيبي سمور العسل سامي الرائع شرفتني وانا يعني كده بره مبهوره اني يعني معك بهالزمن يا حبيبتي انا فظيع انا اللي بجد متخيلتك عبقري لهالدرجه تعال معي يا بيبي طب يعني اصلا لك انت عبقري عبقري طب عرفتي بقى شو هذا الزلمه اقل حدا شباب فظيع تعالوا يا عيوني انتوا خيري تعال شري لا انا يعني نفسي تكون الي اكسكلوسيف طب يعني بذمتك يا حبيبتي نفسي تكون اكسكلوسيف بما انك بتحب كلمه اكسكلوسيف بقى ليه حق ازرع ولا رايي يا استاذ عليك حق طبعا بذمتك طبعا ارجوك يعني ينفع انا وهي لغايه دلوقتي عمرنا ما عملنا غنوه والله العظيم عيب علي انا حط في تاريخه ان اصاله غنيه هي تاريخه ده زلمه عبقري في تاريخه الكبير عشان اكمل السي في بس يا جماعه بالظبط عايز احط